بمحاولة خطيرة لوجود للتسلل انطلاق الكيفولي كيفو بالهجوم ريكوني لوكا ريكوني عرضية الهدف الثاني الكابو الضربة القاضية موسكارتيلي سجل موسكارتيلي يقول التريبونتي للكيفو كيفو سجل هدف ثاني ضربة قاضية اعلان عن الفوز وفرحة بيولي هدف ثاني لفادي الكيفو موسكارتيلي سجل ثلاثة اهداف من 11 مباراة مع كيفو امام التمرير من كونستانتي مرر لوكا ريكوني لم يكن في الفور جوكو امام السيرفي امام الاسيست مرت من الجميع لكن موسكارتيلي تابعها ويسكنها داخل الشباك وشباك انتر تستقبل هدف ثاني الاعادة مرة ثانية لهدف كيفو